السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. الحمد لله. اتفضل. انا مكان عملي يبعد. نعم نعم. مكان عملي، مكان العمل يبعد عن المنزل تقريبا 200 كيلومتر. مكان عملك يبعد عن المنزل 200 كيلومتر. ها؟ عن المنزل، عن منزلي. ها؟ يبعد عن منزلي 200 كيلومتر. ايوه ايوه. وبعد ذلك؟ هل انا في خلال وجودي في عملي يوم او يومين اكون على سفر ولا اعتبر مسكنا؟ انت متخذ مسكنا لك خاص بك في مكان عملك ولا لا؟ واقف في مسكن مؤقت. نعم. يوم ويوم. لا انت تعتبر مسافر، ما انت لست مقيما بهذا التوصيف، ممكن تقصر. طب لحد كم يوم؟ ما انت خلاص تقول يوم ويوم، يوم يومين، كل ما زال في حيز يعني الجمهور يقولون بعد 3 ايام تتم، لكن المسألة لا تخلو من خلاف، لكن اقلها 3 ايام. يعني انا اقصاها 3 ايام، يعني لو كتب الاحد يروح للدين تقصر اكيد اعتبر مسافر. ايوه نعم. اكرمك الله. ايوه.